متابعي قناة انفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غنناقشوا الإشكال الثقافي على مستوى مدينة الدار البيضاء. المدينة هذه اللي تبدو أنها جامدة ثقافيا، يعني باستثناءات قليلة في بعض المقاطعات، ولكن المشهد العام ما كاينش الثقافة، ما كاينش المسرح، ما كاينش السينما، ما كاينش بزاف تاع الأمور اللي تتخلق واحد النوع من المرونة داخل مدينة أو داخل أي مدينة من المدن العالم. من أجل مناقشة القضية هذه نستضيف السي أيوب العياسي، مخرج سينمائي وشاعر، وأيضا السي عبد الله الوشيت، إعلامي وفاعل جمعوي. سي أيوب مرحبا بك. مرحبا سي عبد الله، مرحبا بك. مرحبا بك وتحية لك وتحية للزملاء جميعا. سي أيوب، دابا الدار البيضاء تعيش واحد الجو تاع المناخ بارد، هو المناخ اللي تنطبق على الشأن الثقافي على مستوى مدينة الدار البيضاء. كاين واحد برودة في التعامل مع الشأن الثقافي في مدينة الدار البيضاء من طرف المسؤولين في هذه المدينة، علاش بالنسبة لكم؟ علاش هذا السؤال؟ ما زعما تندوزو الوقت كله تنحاولوا بشكل او باخر نسولوا على المسؤولين، ولكن كاين حاله ديال الاستغراب عندنا حنا كفاعلين ثقافيين وجمعويين. هي ما يمكنش مدينه بهذا الحجم، بهذا المؤهلات والموارد الاقتصاديه والماليه، وبهذا العدد من الفاعلين الثقافيين، لان هذه مدينه يتمركز فيها، واخا خص تكون عداله مجاليه، ولكن أقدر شاهدت أنه كاين عدد مهم من الفاعلين الثقافيين والفنيين والجمعويين داخل المدينة وما واخدات حقها. هل ينظر إلى الشأن الثقافي داخلها ولا دي المسيرين الفاعلين السياسيين بمعنى المنتخبين بأنه زائد؟ لا أظن، لأنهم تنخاطوا حينما يتعلقوا الأمر بالحيوط بالمنشآت وكذا وذا، وبإهامنا أنه في هرد المباني غادة تعطي نفس للثقافة، هم منخرطين على مستوى عدد الميزانيات المرصودة على الورق، تبان كاين حضور الثقافة، ولكن على مستوى الفعل والتدبير عقلاني لوجود الثقافة وإنصات وتفاعل مع الفاعلين الثقافيين والجمعويين داخل المدينة، كاين هذاك البرود والصمت، صمت القبور. صمت القبور، كاين الحيوطة على مستوى مدينة الدار البيضاء، ولكن الفعل الثقافي كما قال السي أيوب العياسي هو اللي شبه غائب في هذه المدينة هذه. الاخ ايوب العياسي استعمل واحد القضيه ديال التدبير العقلاني. عندما نتكلم عن التدبير العقلاني فاحنا نربط ارتباطا وثيقا بالحكامه، لان الحكامه المرتكز ديالها هو ان يكون هناك تدبير عقلاني. اذا علاش سولتي علاش؟ علاش ما كاينش تدبير عقلاني؟ ما كايناش حكامه، لان ملي كنتكلموا على اي مرفق كاينين عنده المعايير التقليديه والمعايير الحديثه. المعايير الحديثه كتمشي مباشره للحكم، هل هناك حكامه في تدبير الشان الثقافي في بالدار البيضاء؟ يعني من غير ما هو مناسبه، من غير المبادرات اللي كيدير المجتمع المدني. فعلا اضم صوتي الى صوت الاخ الايوب، نقول بان الدار البيضاء هذا الميتروبول المتوسطي اريد له كما قلت سابقا ان يكون فقط مدينة الإسمنت والإسفلت بدون روح ثقافية. الدار البيضاء في حاجة إلى روح ثقافية، لأنها تمتلك كل المقومات باش تكون مدينة ثقافية. مدينة ثقافية اللي خصها أن ذاك رجل الأعمال المستثمر اللي كيجي كيحضر الندوة في الأوتيل خصو يكون في دماغه زيد نهار باش يشوف المقومات ديال الدار البيضاء، لا من ناحية المؤهلات العمرانية، لا من ناحية التراث المادي ديالها ولا التراث اللامادي. التراث اللامادي الدار البيضاء فيها الارديكو، فيها المدينة القديمة، فيها الحبوس، فيها البنايات، فيها كل شيء، حتى الرجل يعني ما قبل التاريخ لكن في الدار البيضاء. اذا هذا احنا بالمنطق، احنا غادي نمشيو بالمنطق البراغماتي، بالمنطق ديال هضرة الاقتصاديين والاستثمار. الدار البيضاء غير مستثمرة، غير مستثمرة ثقافية. سي أيوب، ما تنشبه المسؤولية هي عند المثقفين في المدينة هذه، المثقفين اللي باعدين على المشهد العام. بغيت نقول غير واحد، أنا نرجع لك المثقفين كيسمح لي في التفاعل مع شنو قال السي الوشيت. دابا كلنا نتحدث عن الصناعات الثقافية. إذا كانت هذه مدينة اقتصادية ومدينة صناعات، فهنا فين غتبان الصناعة الثقافية؟ شنو هي الصناعة الثقافية؟ هذيك العجلة اللي تدور، عجلة الاقتصاد، وتساهم في عجلة الثقافة، لا تتوقف. شحال كنا تنقولوا ثقافة الموسم مفهوم القدحي، دابا الموسم تيدير السياحة ومعاه تتبع المآثر العمرانية السياحية، ومعاه تتبع مفهوم الإيجابي، زعما مفهوم الدفاع عليه وإبرازه المقومات التاريخية والتراثية. هذا هو مفهوم الصناعات،
والمسائل الحرفيه والصناعه التقليديه يعني والليفيرمونسييل يعني تنظيم التظاهرات كله داخل في الصناعه الثقافيه. ثم كاين مساله اخرى في التدبير، بغينا نخرجوا من لادمينستراسيون بيروقراط من الجانب البيروقراطي الى تسيير لادمينستراسيون جيستيونير يعني النموذج الامريكي. فتم خلق شركات التنميه الثقافيه والتنشيط وكذا كذا ايفنت تماما. هاد التجربه خصنا نسالوها الان، واش عطات شي حاجه ولا ما عطاتش والو؟ لان كما كانت بزاف الناس تيفهموا الان من الصناعه الثقافيه كنفهم عطاتو اليونسكو من هذه كنفهم ظهر منذ 50 50ات، ولكن اقراتو اليونسكو في 2013 وساهم فيه المغرب وافق عليه ومشى فيه كخطوه. 2013 اقراتو كتقرير كمفهوم اللي خص مجموعه من الدول مازال ما مشاتش في الركب ديالو. خصنا الان نسالو واش هاد التجربه ديال 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 كازا ايفنت ديال خلق الدار البيضاء زعما سباقه فيها، واش عطات شي حاجه؟ ثم واش حنايا غاديين خصخصه تنفهموا من الصناعه الثقافيه خصخصه الثقافه من هنا غادي نجولها كنفهم كحق ديال المواطن. وهنا غنسالو المثقف، المثقف كاين واحد الناس كاين جبهات مقاومه ثقافيه تنتمي لها تنتمي لها انا تنتمي لها كل مثقف عنده داك المفهوم ديال المثقف العضوي منخرط جمعويا وسياسيا وكذا وكذا، سياسيا كان متحزبا او لا. هاد الجبهه هادي تتلقى راسها امام الفراغ لانه تجاوزت الامور تتقوم بانشطه. والثقافه من ديما حتى فوقيت اشاعها في السبعينات الثمانينات حتى التسعينات كانت ذات اشاع سري، ولكن دابا تنحسوا انه ولات غير واحد الطرف ديال هذوك المثقفين ما بينهم. في حين ان هذا زمن الصناعه الثقافيه هو زمن اننا عبر الانترنت عبر مجموعه من الوسائط المتواجده اننا نقدروا نخاطبوا الناس. ولكن هذه المساله ديال تفويت الشان الثقافي وتفويت المآثر الثقافية مثلا الآن دابا باش نسمي شي مسمية بالله عليك هذيك الإنجليز ساكخي ساكخي كاتدرالية اللي كاين وسط المدينة، هنا كاين مسرح كبير غادي تشن، كاين واحد القاعة يمكن ما عرفتش يعرفوها الناس ولا لا اللي هي قاعة عبد الصمد كاين ما بينها وما بين هذيك هذيك الإنجليز ممكن تكون تعطى واحد طابع خاص اللي هو الفنون التشكيلية، طابع خاص ديال المعارض متعددة الوسائط مثلا يعني خص تكون عندها تيمة وظيفة. الآن دابا فيها السهرات والحفلات وكذا وكذا، بعدا لاكوستيك ديالها واش قابلة أولا لك صوت وهي شنو وظيفتها غدا ملي غيكون كاين مسرح كبير، وهذيك القاعة الصغيرة ممكن تكون هي المشتل اللي دير صلة الربط ما بيناتهم، يعني خص تكون استراتيجية واضحة لدى من يسيرون بهذا الجانب المقاولاتي. خصو يكون تنفيذي لواحد الشأن ينتمي له مثقف الدار البيضاء ينتمي له قبل المثقف مواطن الدار البيضاء، شنو بغى يشوف شنو خصو يشوف شنو ليه. وخاصة الوشيطة تنعرفوا بأنه فاعل جمعوي أيضا مهتم بالشأن المحلي في مدينة الدار البيضاء. كذا إيفنت فاش دارت في الأول تيقولوا بأن جات يعني باش هذا التنشيط الثقافي يعرف واحد الرواج على مستوى مدينة الدار البيضاء، هذه حصيلتها واحد 10 سنين ولا أكثر. كيفاش تشوف أنت الشركة واش نجحات ولا ما نجحاتش ولا الحصيلة؟ لا الحصيلة بغيت نقولها في كلمة واحدة، نقول لك أن الأمور لم تكن في مستوى الانتظارات بل أقل 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 بواحد النسبة اللي هي قليلة، لأنه كازا إيفنت ما عندهاش واحد القيمة مضافة نهائيا في مدينة الدار البيضاء ولم تستثمر الدار البيضاء، وبذاك المنطق المقاولاتي لم تستثمر الدار البيضاء. حتى لو كان احنا ما كناش كنطمحوا، كنا نطمحوا ان في اطار ما اشار للاخ ايوب انه هاد الصناعات الثقافيه كانت هي تكون هي القاطره ديالها في افق الانعاش الثقافي، وفي افق انك تكون ثقافه رافد من روافد التشغيل، يعني ممكن الثقافه يعني مؤشرات عالميه انها تخلق 7% من مناصب الشغل، واش خلقات؟ ثانيا على مستوى التنشيط هي عندها مهمه ديال التنشيط ديال الدار البيضاء، التنشيط الدار البيضاء ليس فقط لما هو ثقافي، للجذب السياحي، لاعطاء هذه الدار البيضاء تكون عندها روح، لان حتى في المؤشرات الدوليه تكون عندها واحد الترتيب اللي هو معقول يليق بمقام هذه المدينه الميتروبوليه اللي فيها تلاقح الثقافات اللي فيها بنيه تحتيه. وهنا شهر السي وشهر القاضي الكنيسة عدة منشآت غير 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 يعني مفعلة بالشكل اللي خصها تفعل به. حتى أنا والله بعض الخطرات كنشوف هذه ما عرفت وجهة نظر، ملي كنجي كنشوف هذاك المسرح الكبير اللي وصلت عليه الملايير باقي مسدود ما فلاش باقي مسدود
وفين؟ في واحد المحيط للاستعمار، رغم ان الاستعمار ما له هو ما عليه بالنسبه للهويه بالنسبه للثقافه، على الاقل خلى لك قويساتك ديالك وخلى لك داك القرمود ديالك، وكانت المحكمه وكانت الولايه في واحد النسق معماري، وجيتي انت حطيتي حكومه ديال الحديد الوسط فيها تشويش، تشويش على الرؤيه. اذا هذه وحده. ثانيا ان هذا المكان ديالو واش كان صالح اصلا للدار المكان المسرح الكبير؟ هذا المسرح الكبير يجب ان يكون للدار البيضاء، يكون للدار. واش فكرنا بواحد الاستراتيجيه ديال التنشيط ديالو حتى ليتحول الى اطلال؟ او غير دابا واش مثلا في قضيه الحكامه، لان كل شيء متعلق بالحكم، واش مشينا للمرتكز ديال الانصات؟ واش هاد الناس اللي هما عندهم الهاجس الثقافي في الدار البيضاء ومن منطلق الالتزام العضوي والانتماء الى الثقافه المغربيه بكل مكوناتها وكل روافدها، واش جيتي تصنطي لهم باش هذا على الاقل ماشي تفاجئ غدا تحلوا وتحلوا ويتحولوا الى ما يتحول؟ في هذا الاطار قلت واش المثقف هو حاضر واش يدافع على الشعب؟ دابا المنتخبين واش هما ماشي 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 ايزون ديميسيوني يعني صافي استقلوا من الشان الثقافي؟ انا نقول لك علاش باش نكمل الفكره، لان اليه مقاوله كاليه باش يكون فعاليه في التسيير، مقاوله تابعه اداره فهمتيني تابعه المرفق العام، هي تسير بشكل مقاولاتي بلاص ما هذيك الاداره تسير هذاك المرفق بشكل هذا. الناس يخالون القائمين عليها ان مقاوله خاصه ديالهم حفظوا وسجلوا، واش المنتخبين يتفادون الخوض في مراقبه لهذا ما يجبون؟ ثم كاين لدى واحد من المرتفقين والمنشطين ديال المرفق اللي هو المثقف او الفنان او هذا، كاين واحد العمليه ديال سير عند هذوك هما اللي عندهم، لا سير عند هذو ما كاينش لانتيغلوكيتور المخاطب ما واضحش. ثم مفهوم في اطار الصناعات الثقافيه التسيير الشان الثقافي ما واضحش، لان الا عطينا مؤشرات دابا مع الصناعات ممكن تكون مؤشرات شنو هو عدد الجمهور، واش كاين ناس ولاو تيستهلكوا الثقافه هذا، ما كاينش ما تنظنش انه كاين شي مؤشرات ديال دي تيكي والناس رجع لهم ولكن كاين واحد الشلاليه وكاين شي انشطه ديال كاين انشطه ديال الصالون وانشطه ديال تاهي بحال داك الشيء ديال الحمله ديال اليوم العالمي للموسيقى اليوم كذا وحتى هذه مثلا تفوات دابا حنا مثلا حنا دابا الملحون هو استحقاق الملحون اللي تسجل استحقاق دابا الدار البيضاء عندها نصيبها في الملحون، واش درنا شي حاجه؟ واش كازا ايفنت دارت شي حاجه اللي هي في المستوى باش نزيدوا الاشعاع، خاصه اننا يعني نتجاذب مع الغير في هذا واخا ما يمكنش ندوزوا قضيه المنتخبين. دابا في فتره تاع الثمانينات حتى التسعينات يعني كانت المعارف معروفه ثقافيا، لان كانوا فيها واحد الحزب تاع الشراكه اللي كان تبني شان ثقافي وتدافع على الشان الثقافي. واش ما تنشوفش ان مسؤوليه المنتخبين حاضره في هذا المجال ومسؤوليه الاحزاب السياسيه؟ انا ما بغيتش نسمي الاحزاب، كاع الاحزاب التقدميه كان عندها واحد كان ولا زال عندها هاجس ثقافي، ولكن هذيك المقاطعه ورثت الى حد الامام ماشي باش نشكرها، ورثت هذاك الجانب لان مواطنيها، لان الناس يعني هما اللي تين لا غير مع التجربه هذه. لان سي عبد المقصود راه قدك سي عبد الشيء، لان رئيس المقاطعه الحالي عبد الصادق مرشيد عنده هذه الغيره هو على الشان الثقافي. اي قلت لك ورثت هذا الطقس هذا انه باقي، ولكن ماشي بنفس الشكل، لا المقارنه لا تستقيم، لان الزمن ماشي هو نفس الزمن. لان حتى المثقفين بغينا ندوي دابا نبداو ندوي في المطلق في المفاهيم في كذا ونطلعوا بالنقاش واحد الجانب غادي يولي شي شويه كبابي وان المثقف اللي عنده سؤال المعنى لمن تيدير هذه الثقافه ولمن تيحس براسو انه ما كاينش ما كاينش رجع الصدى. ويمكن نقولوا عليه احيانا ما طورش الياته حتى هو في اطار سواء طال التفافين تكون، لان هذه الوسائط ما استعملهاش ومن تيستعملها تيستعملها بشكل ولكن المثقف اللي تهضر عليه المنتخب نرجع معك المنتخب منتخب مصوت عليه المواطن، يعني خصو يتحاسب. مادام قال حكامه الاستاذ
لوسيت الحكمه تتمشي في اطار المسؤوليه بالمحاسبه. هذا هو المتقابل تكون دائم. هضرتي على المعنى المعنى، ولكن علاش مدن عالميه اخرى حتى مدن عربيه مثلا في هذا النشاط الثقافي تتشوفوا يعني والدار بيد ما فيهاش؟ راه هي علاش باقي من قبيله حنا كنجاوبوا علاش، كنجاوبوا على هذا علاش، لان هذا علاش لا قلتي بان تيحس بحال المثقف تيحس بحال الغربه خص امور ملي كيكون دابا من الابجديات مثلا علم السياسات العموميه من الابجديات كتحدد المشكل ياك وكديروا على الاجوند المؤسساتيه، ها هو في الاجوند المؤسساتيه درتي القرار، ها القرار، القرار شنو درتي تدبير لعند كازا ايفنت باش تدبر لك، وفين جيتي دابا؟ فين صح وحلتي؟ وحلتي في مرحلة ديال تنفيذ القرار، ملي جيتي تنفيذ القرار، تنفيذ القرار انه عرش، جيتي للتقييم، هو التقييم للاخ هو انه يعني تقييم اننا الان الحصيلة لا ترقى الى ما كنا نتوقع، وبالتالي الان خص الوقفة لإعادة النظر في هذه الطريقة ديال التدبير ديال كازا ايفنت، هذه واحدة، ونرجع للمنتخبين، المنتخبين ما خصناش نشوف الشخصانة، خص يكون كل حاجة تكون ما هي مؤسسات، تكون استراتيجية قائمة الذات اللي فيها التراكم، جيت أنا اليوم مثلا تحقق مثلا التراكم في 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 استثمار التراكم، يعني باستثمار التراكم كمرتكز ديال الحكمة تحقق في تحقق في في المعارف، مثلا عندنا في حي المحمدي، يعني الحي المحمدي راه دار مهرجان الغيواني في طبعته الأولى وطبعته الثانية، دار تحويجة ولكن كتبقى شنو؟ كتبقى الايمان ديال هذوك الناس ولاو حتى هما كمقاطعه ولاو حتى هما خصهم يمشيو يناضلوا باش يكون ذاك المهرجان ديالهم بالشكل الممول بالشكل مقبول، باش يكون ذاك المهرجان ديالهم كيخش يعني الصفه ديال 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 الدرباويه ولا ديال الحي باش يكون هو وطني عبر الوسائط وعبر الفيسبوك، راه وطني، ولكن فيما يخص التمويل وفيما يخص التفاعل مع المدينه ما كانش واحد التفاعل تفاعل حقيقي باستثناء تجيب ليه منصه، لا واش تجيب ليه منصه، هذاك تتبنى هذاك معايا هذاك المهرجان باش يكون في واحد المستوى. نجو الحلو نجو الحلو، دابا درنا التشخيص شويه، الوقت اللي بقى لنا شنو هو الحل يعني باش الدار البيضاء تولي ثقافيه؟ ويهديهم الله علينا دائما. الله امين. خارج هذه والله خارج هذه واحد كثير من الصوفيه ما يمكنش نقول لك، مثلا تمشي عند الجهه، انا نقدر نسمي لك شيء ونسمي لك مشاكل، مجلس الجهه، مجلس الجهه كان في عرف هذا الموضة السابق الانتداب السابق المجلس السابق اللي كان الحزب الذي يقود الان ياك هذا الحزب اللي كان تيقود الخطر اللي فاتت هو عضو كاين كاين الاثار المعاصره بشكل كذا ياك، انا هو الاثار المعاصره كاين زعما اي حزب كان يكون في هذا ماشي باش نلقي المسؤوليه على الاثار المعاصره ولا نشكر هذا ولا شي فضاء ننتمي لي انا نشكره ولا ماشي هذا حزب غير المنطق، حزب كان في واحد الطبعه ومشى في واحد الاستراتيجيه دابا تيلغيها مثلا القانون ديال المجالس لهذا الجماعات المحليه تمكنها من شراء العروض وتنظيم التظاهرات الثقافيه. الان تيتفتق لهم هاد الناس يقول لك لا ما عندناش هذا الحق هذا وحنا غادي نتعاقدوا مع الجمعيات ذات نفع عام. في حين هذا صوت تعجيزي، علاش؟ لان كل الجمعيات او التي تكاد تكون مقاولات لانه ما تتبقاش غير بالطبع هذا غير ترانزيسيون باقا في الشكل ديالها ديال الجمعيه، ولكن مشات لانها ولات ناس بشكل احترافي وكذا، كلهم ماشي ذات نفع عام ياك، وبالتالي تتلغي انه تنظيم مجموعه من الاشياء اللي تمكن لها. دابا داروا اون فونداسيون فيها متدخلين، مؤسسه تابعه للجهه او هي التي ستسير يعني كاين كازا ايفنت، وهذه المؤسسه فيها وزاره الثقافه كوصي، هذا قطاع الثقافه، وزاره الثقافه والتواصل، فيها الفاعلين اللي كاينين في الجهه والجهه وكذا، تم هذا الشيء جا اتفاقيه ما بين ما لان المساله غادي ديرها وزاره الثقافه مع كاع الجهات مع الجهه اتفاقيه ديال يوليوس داروا هذه الاتفاقيه هذه لحد الان ما عارفينش شكون هو الانترلوكيوتور، وبالتالي كل ما يصدم امكانيات لدى الجهه ولدى مجلس الجماعه هو تيكون كازا ايفنت، كازا ايفنت تقول ما عنديش القرار السياسي ديال عند الاخرين وتدير شي حوايج في اطار الشبلاليه ما تعرفهمش امتى وكيفاش ومع من تهضر،
هادشي أمامة تنظر الحل الوحيد هنا المثقف إلا ما كانش مستقل من المهم سوق أو لا نتحدث أكثر عن الفنان بمفهوم الاعترافي لأن المثقف يقدر يكتب لك غير كذا ويجي يحضر ولا يخاطب الفنان هو اللي يكتب اللي عنده واحد الجانب أنت مشي أنا في المهني المحض ماشي في الإبداع عنده هذا تيقول هاد ما عنديش مخاطب هنا وتمشي اذا تنشيط هذا الفضاء عاوتاني شكون اللي تيضيع هو المواطن كمستقبل لهاد ما يتم انجازه في حين اننا فوق ديال الديمقراطيه التشاركيه ديال التفاوض ديال الجمعيات قامت بهذا التفاوض وقالت راه اللهم ان هذا المنكر ما يمكنش يكون ديال كما قلت لك المجلس السابق مشى بشراكات مع هاد الناس كذا توقفات كاين مهرجانات دات لها الطبعه الاولى ديالها والطبعه الاولى والثانيه في السينما في الموسيقى في كذا ومهمه على المستوى هذا الدولي كاع مثلا مهرجان ملامس ديال صديقنا عبد الفتاح النقادي ديال الموسيقيين هذا ذوي الاحتياجات الخاصه كان عنده هذا الصيغه على المستوى الدولي وتوقف مهرجان السينما والمدينه الى غير ذلك وهنا تمشيو في هذا الشيء ديال هذا الحزب دار وهذا الحزب دار ولا ذاك القائم على الثقافه كان من هذا الحزب حنا ما تيهمناش الشيء يهمنا انه تكون ثقافه داخل مؤسساتيه داخل عبد الله لا هو نختمها باش بديتها بالحكامه الحكامه تقتضي استثمار التراكم الحكامه تقتضي ان التعامل بمنظور استراتيجي محطوطه استراتيجيه اللي جا كيطبق فيها عندها واحد المدى ودوك الاستراتيجي غيدير المسؤولين المحليين ولا خاصها تجي من المسؤول الحكومه ولا كاين تداخل بما هو وطني والدليل على ذلك هو الاتفاقيه ديال اليونيسكو ولكن كيف ستطبق هذه الاتفاقيه ديال اليونيسكو فيها اللي هي يعني كتكون فيها وزاره الثقافه وداخله فيها الجهه وداخله رغم ان الجهه دابا نفس الدفع اللي تكلم عليه السي ايوب ديال الدفع الجمعيات حنا ما عندناش لي ريبريك ديال الجمعيات وخص تكون جمعيات النفع العام هذا يعني هو هذا الغاء الديمقراطيه الغاء الشطر الثاني لان كاينه الديمقراطيه التمثيليه وكاينه الديمقراطيه التشاركيه الديمقراطيه بحال داكشي ديال المنسقين نبركوا معاهم وما نبركوش معاهم الديمقراطيه التشاركيه كتقتضي معاك تبرك مع مواطن مع مواطن برك معاه اش غتخسر انصت ليه واسمع منه هذه من جهه هو دابا هما بغاو يلغيو انه كل مواطن ولا كل مواطن جمعيات هذه نقولوها وهما حتى هما في الكونترول ديالهم بغاو يلغيو انه كل واحد يجيب غير الاحزاب ديالو والجمعيات ديالو يعني في اطار الوصايا اللي تتمارس عليهم لذلك نشوفوا نعطيو ميكانيزم ولكن اللي تيضيع هو المواطن فعلا اللي كيضيع هو 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 المواطن احنا دابا الان خاص دائما كنقولوا المقاربه المندمجه المؤسسات اللي داخلين فيها الناس وهذا معلومه معلوم ديك الاستراتيجيه في ميقاتها في تمويلها في كل شيء في الناس باش ما نبقاوش هنا هذا مخاطب وتشتيت لا نعطيك مثال كتلقى حتى التفاوت بين المخاطب كتلقى المديريه كاين انصات المديريه ديال الثقافه كاين انصات كتمشي لكازا ايفنت كتلقى الباب مسدود كتمشي هنا رئيس مقاطع يعني هاد اللخبطه وهاد التعدد المتخيلين نعطيك مثال دابا الثقافه واش الثقافه غدير مثلا الناس ديال اللي كيقراو في لي كونسرفاتوار باقي ما مخلصينش الشهور هادي حتى باش غيدير هاد السيدي يصنعوا لك الجمال يرتقي بالمهارات ديال الشباب فين هي فين هو مثلا التنسيق انا كنتكلم على المقاربه المندمجه فين هو التعليم فين الجامعه فين المحيط فين هو ماشي الحيوط الكونسيرفاتوار الاشخاص تم تفويتهم لكازا شكرا سي رشيد شكرا جزيلا شكرا بعد شي كلمه حنا لمسنا راه سي ايوب لمسنا لا المشكل كبير شكرا لك وشكرا الفاس بريس والبرنامج ديالك اللي تيعطي بعدا اولويه مهمه للدار البيضاء والشان الثقافي فيها ثم الثقافه بصفه عامه شكرا لك شكرا سي ايوب شكرا سي عبد الله على قبول الدعوه سيدي احمد والزملاء جميعا الجنود الخفاء هادو تا هما هادو صناع الثقافه وصناع الحدث الله يحفظك سي رشيد شكرا متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في حلقه جديده برنامج كازا سيتي